عصام الحضري نجم منتخبنا الوطني وكابتن منتخبنا الوطني على موعد مع التاريخ. بمجرد مشاركة عصام الحضري ولو لثانية واحدة في أي مباراة لمنتخبنا الوطني، أعتقد بيدخل عصام الحضري التاريخ كأكبر لاعب بيشارك في كأس العالم في روسيا 2018 أو في أي كأسات عالم على مستوى طبعا التاريخ اللي فات كله. عصام الحضري رأي الجماهير في إيه؟ الجماهير المصرية، الجماهير العربية رأيها في عصام الحضري؟ يلا نشوف مع بعض. يا ليالي يا ليالي يا ليالي الحضري السد العالي، يا ليالي يا ليالي يا ليالي الحضري السد العالي. احنا طيب انتوا دخلتوا على طول على طول سخنا. انا عايز اعرف رايكم ايه في عصام الحضري وهو يعني ما شاء الله 45 سنه وشهور، ولو شارك في اي مباراه لمنتخبنا الوطني هيبقى اكبر حارس مرمى واكبر لاعب في التاريخ. هو ما شاء الله يعني يبقى في السن ده بنفس اللياقه دي، يعني دي حاجه نتشرف بيها في مصر كلها، زي ما بنتشرف محمد صلاح نتشرف بعصام الحضري ان هو في سنه ده قادر يؤدي وقادر يبقى عظيم زي ما هو ويحافظ على تاريخه وهكذا. الناس قالت لك كبر سنه، كبر مش قادر. عصام حتى الان اثبت ان هو احسن حارس في مرمى في مصر برغم سنه. كل الشباب اللي طالعين كويسين سواء محمد الشناوي احمد الشناوي اكرامي واتيفر، بس عصام الحضري خبره، والخبره مطلوبه في ماتشات زي كاس العالم بالذات. ممكن الفيتنس شويه، بس هو خبرته هي اللي مصر محتاجاها، خصوصا ان هو يحرك خط الدفاع، يقدر يخلي الناس فين تمسك، الناس فين تقف، وده هيساعد المنتخب كتير، لان معظم المنتخب جيل مش شباب، معظمهم عشرينات 23. حدث كبير، مصر اول مره تروح على الخبره ولا الشباب؟ والله زي ما قال زميلي، انا رايي ان الاستاد بتاعنا عنده خبره يعني تفيده جدا في البطوله بتاعتنا دي ان شاء الله، علشان هو البطولات اللي هو شارك فيها وتاريخه العظيم، فبالخبره دي هيقدر ان شاء الله يفيدنا ونفيد منتخب مصر. والله انا شايف ان عصام الحضري يعني لاعب بخبره دوليه اكتر، ومنتخب في الوقت ده محتاجه، لان معظم اللعيبه اللي موجوده دلوقتي ما شاركتش في ماتشات دوليه، فاللعيبه بتاخد ثقه حتى وهو في الملعب يعني.